تتمايل أجسادهم تقرباً إلى الله، ثم يرقصون في قصور الرؤساء والملوك والأمراء، يسبحون في مظاهر الالتزام، ويتعلقون بحبال الحكام، يدورون حول أنفسهم لكبح جماحها، وفي الخفاء يسعون إلى السلطة والمال. عرفت الدول الغربية أثرهم المدمر على الأمة فدعمتهم، ورأت فيهم النموذج الأمثل للإسلام الذي يرجون رؤيته فأشادت بهم. Look at the new forum for promoting peace in Muslim societies. Sheikh bin Bayad described its purpose. الصوفيون، من إحراق جثة الحلاج على يد العباسيين إلى أكثر المقربين من بلاط السلاطين، كيف تحولوا من زهاد عباد إلى ذراع الملك ويده الطولة، وكيف وظف الحكام الصوفية لدعم أنظمتهم المستبدة؟ الصوفيون، النشأة في القرن الثالث الهجري، حيث حكم الدولة العباسية، يدعو أفراد عدة في البصرة والكوفة للزهد في الحياة وترك الشهوات واعتزال الناس لعبادة الله، لتكون دعوتهم فيما بعد نواة للحركة الصوفية التي سيكون لها ملايين التابعين وأثراً عظيماً على الأمة الإسلامية. وبمرور الوقت انتقل التصوف من الإطار الدعوي إلى الإطار السياسي، وبدأت المعالم الأولى للطرق الصوفية تتشكل حتى أصبحت مؤهلة لدعم الحكام، بل تكوينهم في بعض البلدان. وفي عصر الثورات العربية كان من أقرب الناس إلى السلطة وأكثرهم التصاقاً بالحكام. رموز الصوفية أمثال السوري الراحل محمد البوطي والموريطاني عبد الله بن بيا والمصري علي جمعة واليمني علي الجفري، حتى أن كبير شيوخ الطرق الصوفية في مصر عبد الهادي القصبي هو نفسه زعيم الأغلبية النيابية في برلمان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. هذه الرموز حصلت على مراتب متقدمة ضمن الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيراً في العالم 2011، وبنفس الدرجة هم الأكثر قرباً من الحكام العرب ومسانديهم، حتى أطلق عليهم اللقب الجامع علماء السلطان. فكيف وصلت الصوفية إلى هذا الانحدار؟ الصوفيون علماء السلطان. سعادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي رضي الله تعالى عنكم وأرضاكم. شيخ علي الجفري أهلا بيك، سعيد بيك والله، محتاجين والله السماحة والوسطية، الدنيا كلها تعبت مننا. والله ليس بين أفراد هذا الجيش وبين أن يكونوا في رتبة أصحاب رسول الله إلا أن يرعوا حق الله في أنفسهم. لم يقتصر دعمهم لاستبداد الحكام العرب، بل أن بعضهم ذهب بالسلام إلى إسرائيل. فالسلام في أعين شيوخ الصوفية في عصر الثورات العربية يمكن إقامته مع الجميع عدا الإسلاميين، حتى أن كبيرهم ذهب إلى أنه من المهم تكوين تحالف صوفي مسيحي لمواجهة ما سماه خطر الإسلاميين. الصوفية هي أقرب المسلمين المسيحيين، تجلى هذا القرب عندما شعر السلطان بالخطر المحدق من الإسلاميين عليهما. من خلال ادعاء التسامح ينشر هؤلاء كل الأفكار التي تناسب الحكام، سواء لجلب جمهور لهم أو تبرير أفعالهم، وليس آخراً للوقوف ضد معارضي السلطات. اضرب في المليان. كل ما سبق يجعل الصوفية أكثر الحركات قرباً من الدول الغربية التي تسعى إلى دعم الأنظمة الدكتاتورية في الوطن العربي. فرغم العداء التاريخي والخلاف في الرؤى بين أمريكا وروسيا، فإنهما اجتمعتا على دعم مؤسسة طابة التي أنشأها علي الجفري، وهي المؤسسة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ويجلس على مقاعد هيئتها الشرعية جميع أعلام الصوفية السابق ذكرهم. هذا التقارب بين الصوفية والغرب لفت انتباه المفكر المصري الدكتور عبد الوهاب المسيري، الذي قال: ومما له دلالته أن العالم الغربي الذي يحارب الإسلام يشجع الحركات الصوفية.
الصوفيون، أين الخلل؟ لم يعد بالإمكان الحديث عن الصوفية بمعزل عن متبعيها بعد أن أقحموا طرقهم في معركة الاستقطاب السياسي وشوهوا الفكرة النقية. فبات جلياً أن شيوخ الطرق وقادتها لم يتركوا لأحد المجال لفصل الفكرة عن أفعالهم المسيئة لها. وبدلاً من أن تساعد الصوفية الناس على الخلاص من حكم أنفسهم، ورطتهم في حكم الاستبداد الذي ينتهك دينهم وأموالهم وأعراضهم، وبدلاً من أن تشغلهم بمراقبة الله وطاعته، شغلتهم بمراقبة الأنظمة ودعمها. هذا التناقض لدى الحركات الصوفية في عهد الثورات يجعل وجودها مرتبطاً بالأنظمة القمعية، تتقوى بقوتها وتضعف بضعفها، ما يؤكد أن القضاء على أفكارها لن يكون إلا بالقضاء على رؤوس الاستبداد.